في يوم ذكرى النصر كان في نصر تاني في معركة التنمية بعد يوم من افتتاح محور رود الفرج اللي أصبح أعرض كوبري ملجم أو معلق في العالم. أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك زي ما هنشوف دلوقتي إن الكوبري حطم الرقم القياسي السابق وأصبح الأعرض في العالم، أعرض كوبري معلق. موسوعة جينيس قالت إيه في البوست؟ البوست ده على فكرة حقق أكتر من 25,000 لايك و 4,000 كومنت و 14,000 شير. قالت انه تم افتتاح محور رود الفرج المثير للاعجاب رسميا هذا الاسبوع في مصر، محققا رقما قياسيا جديدا لاكبر جسر معلق على كابلات، ويبلغ عرضه 67.3 مترا او ما يعادل 220 قدم و10 بوصه، ويمتد هذا الكوبري على نهر النيل، وقد تم تصميمه وبناؤه بواسطه شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه في القاهرة، وتم افتتاحه في 15 مايو 2019. تم بناء الجسر من قبل 4,000 مهندس وفني وعامل، تم إنشاؤه لتخفيف مستويات حركة المرور في وسط القاهرة، وده من الصفحة الرسمية لجينيس وورلد ريكوردز. طبعا حاجة بالأهمية دي كتب عنها الألاف على السوشيال ميديا، فمثلا صفحة ميموري قالت موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية بينشر أو كايرو ميموري بينشر صورة أثناء اختبار التحميل المركز في منتصف جسر تحيا مصر الأوسع في العالم بواسطة 20 سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال زي ما حضراتكم شايفين أمامكم. كمان عماد أكاونت باسم عماد قال معلومات عن جسر تحيا مصر المعلق ضمن محور رود الفرج ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليكون أيقونة جديدة للقاهرة ضمن المشروع العملاق لإنشاء شبكة طرق جديدة متطورة بطول أكثر من 8,000 كيلومتر. يبلغ طول محور رود الفرج الضبعة 600 كيلومتر المرحلة الأولى، فتنطلق بطول 29 كيلومتر من الطريق الدائري بمنطقة بشتيل موازيا لمحور 26 يوليو متقاطعا مع طريق المنصورية حيث يمر أمام الشيخ زايد وأكتوبر حتى يتقاطع مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في كيلو 39 بعد معسكر الأمن المركزي، وبيستمر المحور في مرحلته الثانية بطول 30 كيلو من الكيلو 39 متوجه نحو الضبعة حيث يتقاطع مع الطريق الدائري الإقليمي ثم يمر بمدينة العالمين وسيدي عبد الرحمن وصولا إلى مدينة الضبعة. ومخطط مستقبلا مد محور رود الفرج الضبعة حتى مدينة مطروح وسيدي براني وصولا إلى السلوم على الحدود الغربية المصرية الليبية، وبيصل طول المحور كاملا من رود الفرج وحتى السلوم حوالي 600 كيلو متر، وحيختصر مسافة كبيرة جدا جدا للناس اللي عايزة تسافر يعني غرب الساحل الشمالي ومنطقة مطروح والسلوم. كمان كان في حاجة لفتت انتباه المصريين جدا جدا على السوشيال ميديا، وهي الممشى الزجاجي اللي أول مرة بنشوفه في كوبري بالحجم ده في مصر. أكاونت باسم سيد حجاج نشر فيديو لهذا الزجاج وتعمله شير على اعتباره أول مواطن يمشي على الممشى الزجاجي بعد افتتاح الكوبري الملجم.